إليك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. والثقة ديالنا كبيرة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. إيوا إن شاء الله. كتحكميش رجليك واش تكبر بزاف؟ يلاه شوفي حاولي ديري يدك على وجهك وحاولي حاولي ما كاينش البرد. أنا طفيت كاع المكيف ما كاينش البرد غير اللي سكنتي كيحس بالبرد. الحمد لله رب العالمين. عاد شوف باش السجله مزيان اجي جلسي هنا باش تم القدام. خذي الكرسي وجلسي فيه ارتاحي مع راسك وسجلي. ايوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين. ونسأل الله جل وعلا بأحب أسمائه إليه وهو الله لا إله إلا هو سبحانه ما أجله وما أعظمه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام ويا ذا دائم الفضل ويا قديم الإحسان علمنا ما جهلنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نسألك ربنا القصد في الغنى والفقر ونسألك ربنا أن تجعلنا من أهل الحق. اللهم جنبنا الزل والشطط. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين بارين مهديين مرضيين. آمين آمين. اللهم لك الحمد حمدا كبيرا كثيرا طيبا تغفر به ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طيب خير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نسألك يا الله نسأل الله الواسع العليم ونسأل الله الرؤوف الرحيم ونسأل الله جل وعلا العلي الكبير. نسأل الله جل وعلا وهو الله لا إله إلا هو أن يغفر لنا. اللهم اجعل كتابنا وكتبنا لا خطيئة فيها ولا إثم وما ذلك على رب عزيز. اللهم اجعل كتابنا وكتبنا لا خطيئة فيها ولا إثم وما ذلك على الله بعزيز. يا الله اجعل كتبنا حسنات وخيرات وقربات واجعلنا منك تجرم التجاوز عن السيئات والموبقات. اللهم إنك أنت الله نحبك وندعو إليك نعظمك وندعو إليك نقدسك وندعو إليك. اللهم أنت أرحم بنا من أمهاتنا وأنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم اجعلنا في كفالتك ونصرتك
ومعيتك، واجعلنا من جندك، واجعلنا ربنا من المقربين عندك. اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم الرضا والغنى، اللهم اجعلنا ممن كتبت لهم السعادة والهناء، اللهم ارحمنا برحمتك فإنك أنت أرحم الراحمين. بسم الله نسمعها للإنس والجن والشياطين، نسمعها للأرض والهواء والسماء والفضاء، نسمعها للقريب وللبعيد، للذكر وللأنثى، للصغير والكبير. بسم الله، بسم الله، بيقين وبتوكل وبإيمان وبحسن ظن. بسم الله، فكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو مخروم، ناقص غير تام. والتمام والكمال بإذن الله جل في علاه، بالتوكل على الله. نبدأ بسم الله، نبدأ بسم الله. جن يرتعدون يضطربون ويهتزون، فداعوا بالجلد والصبر والقوة وبالعناد. سكنوا البدن سين، اختفوا داخله، احتموا داخله، تكالبوا داخله، استأسدوا داخله، مع سماع الوعظ والبيان والرقى. إلا أنهم أخذوا العهد أن لا ينطقوا وأن لا يظهروا وأن لا يظهروا أعراضهم، فبدأت الأعراض تتجلى بفضل الله تعالى بعد الرقية وبعد الوقوف على السر. فنسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وصدوركم وقلوبنا وقلوبكم، وليهدي على أيدينا إنس وجنا. آمين آمين. نعم، كل أمر ذي بال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في بسم الله فهو أبتر، أبتر يعني ناقص غير تام. نعم، نسأل الله تعالى أن يذكرنا ما نسينا من القرآن، وليذكرنا ما نسينا من السنة. نسأل الله تعالى أن يفقهنا. اللهم آمين. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ترضون ماذا؟ دينه وخلقه فزوجوه. وأريد أن أشير للإنس والجن إلى أمر خفي دقيق عظيم جليل، ربما لا يتفطن له فيكون معول هدم في البيوت. فالاستقامة الشكلية الظاهرة لا توحي على استقامة حقة تكون خفية باطنة، والجن تعلم هذا، والإنس قلما يعلمون هذا إلا إذا سبقوا بالمتابعة والاستقاء والملازمة والسؤال. ظنت أن زوج ورجل يحفظ القرآن، يحفظ ماذا؟ كتاب الله جل وعلا. الجن يعي ما أقول ويفهم الرسالة، يفهم الرسالة قبل أن أوصلها أو أتمها، ووجب أن أبينها حتى إن شاء الله يقر في الوجدان وفي الفؤاد وفي القلب وفي العقل نور وبيان
فيهتدى بإذن الله عز وجل. فاسمعوا، فالأمر جلل عظيم جدا جدا. جاء يريد زواجا، ورب البيت وولي البنت الابنة يرى صلاحا. فبعد السؤال فهو حامل لكتاب الله، محب للقرآن، فقيه. الوالد يقول له: ليست في سن الزواج. قال: أصبح. قال: هي مريضة. قال: أصبح حتى تشفى. فصبر 4 سنوات حتى يغنم وينعم بزواج، فتزوجها بعد 4 سنوات من الصبر والمعاناة. في تلك الفترة كان يمدها بأنواع من الكتابات، ولأنها لا تجد العربية تبين في مرة من المرات، حينما قال هذه آية الكرسي: فحاولي أن تضعيها في إناء أن تشربيها. ففتحتها صديقة لها فوجدت طلاسم وجداول ومربعات، فكانت تسحر قبل الزواج ولا تعلم ولا تدري المسكينة أنها تسحر. لم تكن تعلم أنها وقعت فيما يسمى بالفقيه، بالفقيه. وهنا إشارة: ليس كل من يتلو كتاب الله، حتى الأئمة كثير أو نازل، حتى نكون يعني الذين حسن ما نعلم من الأئمة، خاصة الضعيف في السن، الناس العادة القديمة، يكتبون كتابات كنوع من الحروز والأحجبة والوقاية والتمائم، وهذا كله لا يجوز. أحيانا عن جهل يستعين بكتب أخرى، هي كتب قديمة صفراء في عالم الجن والشياطين، فيضع مربعات وطلاسم وحروف ورموز، ولا يظنون أو يظنون ولا يعتقدون أو يعتقدون بالإنصاف أنها محل كفر وجلب للشياطين وأذية للإنس. جاء بالطلاسم والعزائم، كتبها، شربتها، وكانت تتنوع في أخذها، والمرض يأكلها وهي لا تدري، ليكون الجلب والعطف والحب والود والإقبال والإنفاق والخير والتملك. فكان الأمر وفق ما اشتهى وتمنى، فكانت له منفقة جاهدة كادة عاملة خادمة محبة مطيعة بارة، حتى جاء اليوم الذي فيه كشف الحال. لكن يا ليتها كانت تعلم، ويا ليتها فاقت، ويا ليتها علمت أو سألت حين جاهلت. فكان يوم عظيم عند الشيطان، وكان يوم عظيم عند المرضة والأعوان، يوم عظيم في عالم الجان، حيث أخذها فعراها، نزع ثيابها، جردها من ملابسها، نعم، فأخذ صمق القلم كما يقال، المداد والقلم الذي به كنا نكتب صغار على الألواح، فيكتب ليس على الألواح وليس على الأوراق، بل يكتب على جلدها العاري
وعلى عوراتها العارية وعلى سوءاتها العارية، يكتب ما توحي به الشياطين الكبار من تضليل وتحريف للقرآن وامتهان للقرآن. إذ بالإجماع والاتفاق لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يكتب كتاب الله على العورات والسوءات إلا إذا كان إرضاء للشياطين الكبار أو الصغار، فبهذا الفعل يصبح كبار ويتعاظمون. لا يحل ولا يجوز أن يكتب ولو كتابة صحيحة ولو بمداد طاهر أن يكتب القرآن على الجلود وعلى الجسد العار وعلى السوءات والعورات، فكيف إذا بدل المداد وحرفت الآية والصور؟ فالأمر يكون عند الشياطين أعظم. هذا هو الواقع، ولطيبة نفسها ولسذاجتها ولنيتها ظنت أنه يشفيها، ظنت أنه يعينها ويساعدها ويذب عنها، ظنت هذا لبعدها عن فقه وعن علم يحميها، فكان ما كان، فاستغل الطيبة والثقة والحب والجسد والبيت والمال فصنع ما صنع، وبعدما أتم ما أتم طلق وفرق، فتم الطلاق، بل جعلها هي من تطلبه وتصر عليه بعد 10 سنوات من زواج، كما جاء بها صابرة لتأخذه أو يأخذها فتكون معه ويكون معها، وبعدما تنعم كيف تنعم وأخذ ما أخذ واستفاد كيف استفاد، جعلها هي من تقول أريد الطلاق حتى يكون في الضمان والأمان، بعد عن محاكمي وعن اشتجاري وعن سوء ظني. أنا أحببتك أردتك، بعد 10 سنوات أنت أبغضتني فرقتني طلقتني، أنا صار مغتسل أنا الوديع وأنا المسكين وأنا الجميل وأنا الطيب وأنا والآن تجي الثمرة بعدما انصافى تجلت تلك الكتل من الهموم والعقد والأمراض والأحزان والتعطيل، وخادمه شيطان كبير. الجو دافئ بعدما صعد يشعر كأنه في الصقيع والثلج والبرد، يهتز من شدة البرد، بل وهي تشعر بذلك، تشعر بالألم وبالحرق والصعق في جسدها، وهو من يشعر بذلك. فلهذا بدأت بما بدأت به، أظهر حقيقتك وحالك الذي لا يخفى علينا بإذن الله جل وعلا، ورأيت كيف حل بك العذاب، كيف تعذبت، وما ينتظرك فهو أشد وأعظم. ما ينتظرك ويترقبك فهو أشد وأعظم. لقد أخذت من عمرها 10 سنوات وقبل الزواج سنوات، قل 14 سنة وأنت تأكل جسدها بتسخير وتسليط، سلطك
أمرك، قيدك، ربطك وصفدك كي تكون له ولا تكون لغيره. انظر ماذا يحل بك حينما آتي لك كلمات تزاف هنا. لفقي سيدهم، لفقي سيدهم، لفقي. عرف ماذا يصنع، عرف كيف حينما علم ما علم من مكانة ومن عمل، حينما علم ما علم من نفسه أو من شياطينه. لأنه إن سلمنا بحسن الظن نتكلم الحق وحق ونتبع، وإن سلمنا أنه فقير من الفقهاء اللي قرأوا غيبك شيء تقليد الأعمى بحسن الظن لا يظن أبدا بمسلم أنه يأتي بكتاب الله ويكتب على الجسد العاري كله في العورات. ونقول حسن الظن، ليس هنا حسن الظن، هنا النية السيئة مبيتة مع سبق الإصرار، هنا إصرار عزم. حينما يجرد المرأة من الثياب ويكتب على سوءاتها، هنا ما بقاش مسألة ديال حسن الظن. أي مسلم كيفما كان تقول له أتستطيع أن تكتب كتاب الله، كلام الله، آية الله سبحانه وتعالى، صور القرآن من قرآن الله بكلام الله على جسد عاري؟ يقول لك أعوذ بالله، كيف ذلك ولو آية واحدة؟ استغفر الله، تأتي على أصبر ما أنا فنان وأصبر الرحمن على ما القرآن، أعوذ بالله. تأتي على فرجها وتكتب مثلا الواقعة، أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا يتصور إنسان هذا. فما ظنك أن يصنع ويفعله وأن يكتب آيات وصور؟ ونسيت ماذا صنعت من بعد، هل استحمت بشيء أو شرب من ذاك أو طيب والآن متجازي غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. هذه اليد التي تجرأ على أن تكتب القرآن في مكان لا يحل غلت وشلت، هذه اليد التي تسحر غلت وشلت، اليد التي تؤذي غلت وشلت. أتسمع؟ أتسمع؟ لن ينفعك الساحر الفقيه، سيدك الفقيه، سيدك الفقيه، فقيه سيدك، سحره سحر، سحر الريف، سحر ماذا؟ سحر سوس، سحر الجبال. أما أنه يتعامل مع الكبار من اليهود، سحر يهود، سحر نصارى. أما أنه يتعامل مع الكبار، سحر الشيطان والأبالسة، الشيطان، سحر الشيطان، الشيطان أخذها لحما ورمها عظما كما يظنه، أخذها في مقتبل عمرها وتنعم بما تنعم به وظن أن الأمر هين وعند الله عظيم. يحاسب عن الفتيل والقطمير والصغير والكبير، عند الله يجزى الجزاء الأوفى، عند الله يسأل سؤالا عسيرا ويحاسب حسابا عسيرا. كتسمع لله وأنت حينها معه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حينها أنت أين معه؟ تعذب معه، أنت حينها تعذب معه. نادي حينها عليه لينجيك، لا يستطيع أبدا أن ينجي نفسه، فكيف أن ينجي غيره؟ أتعلم حينما رفع القلم وكتب
نزلت عليه اللعنات من رب الأرض والسماوات، ونزل عليه السخط، ولهذا فرق الله بينه وبينها. خلاص، الطيبون الطيبات، فهو خبيث بفعلته وبقصده وبنيته، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. لهذا وجب أن نسأل عن حال من يأتي إلى الزواج، ولا نغتر بالمظاهر. نعم، لا بد، الشكل يوحي بالخير، لكن لا بد أن يكون المخبر كذلك يوحي بالخير. أن يسأل، لهذا النبي قال دينه وخلقه. الدين قد تراه شكلا، ولكن الخلق يتجلى حركة وسكونا. وحتى الدين فيه الخفي وفيه الظاهر، فالمعتقد لا بد أن يسأل عنه. هذا معتقد، الاعتقاد، هذا اعتقاد. الاعتقاد يعقد على القلب ويتجلى كذلك على السلوك. فكم من فقيه يتعامل بالجن والشياطين فأصبحت زوجته في المحن وأسرتها في المحن، فتحكم في الجميع ليجعلهم في الفتن وفي المحن، لأن استحوذ عليه الشياطين. لا يتنفس إلا بالطلاسم، إلا بالرموز، إلا بالنجوم، إلا بالكواكب، إلا بالحسابات، إلا بالجداول، إلا بتحريف القرآن، إلا بحب العزلة والظلام، إلا بالتكلف مع الجان. فكيف تستقيم العشرة والحياة مع هذا الشخص الذي جزأ وقسم أو جعل جسده بالكلية لله، وتنسى قول الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه فتنة كانت قديما في الشيوخ وفي العجزة وفي الكبار والكهول، فأصبح الآن حتى في الشباب بأسماء الأفلاك والأبراج والروحانيين. نعم، وزوجها ليس شيخا كبيرا، هي شابة وزوجها شاب في مقتبل العمر أيضا، لكن الشياطين اجتالته، أخذته، قلفت عقله، سودت قلبه، أنسته ذكر الله. وأنتم عون له أو خدم له، إما أنكم معه تساعدون أو أنكم له تخدمون. فإذا كان مع شيطان كبير يتعامل مباشرة، يجعلكم خدم، يجعلكم خدم له، ويجعلكم عون له، وربما تسجنون من الكبير طاعة له، لأنه جاء بالكفر العظيم الذي حاول الشيطان أن يوقع في كثير من الفقهاء كما تزعمون، وما استطاع، لكن وصل إليه هذا برؤى، لا نقول رؤى، بل بأحلام شيطانية كفرية، أو بأصوات في اليقظة كفرية، أو باستحضار، فكان السؤال وكان الأمر شيطاني كفري، ثم بعد ذلك كانت الاستجابة الفورية وكانت الامتثال الفوري، فوقع ما وقع. كل هذا ويزيد وأكثر وأدهى وأمر وأخطر وأعظم يتجلى في كتابة القرآن على جسد عار، على جسد عار. فنبدأ بسم الله، متوكلين على الله، مستعينين بالله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأذكرك قبل أن أبدأ أنك معنا هنا بإذن الله عز وجل، ونبشرك بجملة من العلاجات التي تعود بإذن الله عز وجل،
بالنفع عليها ثم عليها، أو عليك ثم عليها. غايتنا لهذا كله أن تنقذ من النار، وأن تنقذ أنت ومن معك من النار، وليعلم أنه لا إثم عليها، يعني سمعت منها فكانت عن حسن ظن لا تعلم، خاصة لا تفهم العربية، وليس على اطلاع كبير في أمر الدين بحكم أنها تربية تربت في أوروبا. فلهذا أنا أوصي، الإثم والجريرة والخطيئة والسيئة الكبيرة عليك وعلى من جاء بك، فاسمع وعي وتأمل، فإن تبت تاب الله عليك، وإن اهتديت هداك الله، فاعلم أن الله لا يدرك عذابا، واعلم أن الشيطان لك بالمرصاد، وهو لك عدو يريدك في العذاب والنكال، ففر منه وتبرأ منه، فليس لك بناصر. نبدأ بسم الله، مستعين بالله، متوكلين على الله، نسأل الله جل وعلا أن يسدد رمينا. مش كتسمع من الله أن كلك تنتفض وكتهتز وكتدير، نسأل الله أن يسدد رمينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، نبدأ بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى يا رحيم مزيان مزيان بشرى الله جيد الله الحمد لله الله.
ارجعي كما على صدرك. يلا تيقنوا جيد ما شاء الله تبارك الله. صبري صبري. شو كتحسي؟ شو كتحسي؟ كتخنقي. شنو الله صب الدم تعب شويه في كتخنقي. احنا واش نخرى ثاني؟ شنو نخرى ثاني؟ رجليك عادي دابا؟ رجليك رجليك عادي مزيان. يديك عادي؟ كانت فيها البرد. كانت فيها البرد دابا مبقاش. مزيان. راسك 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 لا عادي مزيان. يلا خير يلا تكي. رجعي رجعي لوجهك. رجعي لوجهك. ديري وجهك. يلا بقاي معايا ندير لكم شي شي اخرى. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا يأتي بكم الله جميعا. أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون 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 لمحضرون ولقد علمت ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. بعدما أخذ جرعات من التعذيب ذهب الألم من اليد ومن الرأس ومن الصدر ومن الفخذين والساقين وكأن ليس بها شيء. ذهبت الحركات والتشنجات والألم. وبعدما بدأت أقرأ ما أشعر بشيء. فلما أكدت بقراءة راجع الاهتزاز. الشيطان من صرف وإنما اختلى من صرف ولكنه توارى واختبى. فهمتيها ولله؟ ايوه مرحبا بك. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. يعني بإمكان المعالج حينما رأت تحسنا واختفت الأعراض في الألم. وسألت وقالت نعم اختفت في يدي واختفت في القدمين. يعني التي كنا نراها اختفت والتي كنت تشعر بها اختفت.
يقول لا خلاص الحمد لله الآن ما دم على هذا الحال فالأمر جيد بفضل الله تعالى، وبإمكانك الآن تسافري وهذا طابع إن شاء الله تعالى، وأخذي الدواء وأعود الرجوع بعد مدة إن شاء الله عز وجل، أو لا تعاودي خلاص. إذا أتاك أي شيء اصرفيه، فقد يكون وسواس أو وهم، وأنت الآن تحسنتي فلا تقبلي أي وسواس وعيشي حياتك طبيعية. لكن يسمى غشا، أنا الآن أدرس حالات وأبين للناس فقها ولا أرمي أحدا. الآن أتكلم بشكل عام حتى المعالجين يفهموا أن هناك من يختبئ. فحينما أكدت بقراءه السيرة ما بينش، لكن إذا نوحى شوية بلاسل الحمد لله رب العالمين، نوحى شوية قوة هو بنعه الثاني. وهذا الكلام فيه ضعف له، إذا حاولت أن تختبئ سوف تظهر. الأولى لك أن تأتي سمع وطاعة وقول معروف بإذن الله عز وجل، لأن نعلم أن هذا السحر قوي جدا، وخادمه أخذ عهدا قوي، وكلما رأى قوة في الرقية وفهما مع التعذيب إلا وأصبح خلاص يبتعد عن الشر ويقترب من الخير، ويعلم أن القوة عند الذين الآن يعذبونه، وأن الذين توعدوا بالقوة تناسوه وما نصوه، وبالتالي يأتي إن شاء الله رويدا رويدا بإذن الله عز وجل. فلنبدأنا فماذا؟ ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، 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 إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة، ولقد علمت، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال عفريت من الجن، قال عفريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت، قال عفريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به
قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي وإني عليه لقوي أمين الله أكبر من كل شيطان ظلم وأعتدى سكن وأعتدى جار وأعتدى الله أكبر من كل شيطان مسون الله أكبر من كل شيطان مسون جار واعتدى سكن واعتدى الله أكبر من كل شيطان مسون الله أكبر من كل ساحر مسوني الله أكبر من كل ساحر مسوني الله أكبر من كل ساحر مسوني شيطان مسوني ساحر مسوني في البطون ساحر في الأرحام ساحر في الأوراد ساحر ساحر مسوني الله أكبر من كل شيطان كبير بسحر كبير بالقرآن كبير في العورات كبير في النجاسات كبير في الجلود كبير في الأبدان
شيطان مسوني ساحر مسوني شيطان مسوني ساحر مسوني الله أكبر من كل شيطان كبير في العقول كبير في العقول كبير في الأفهام كبير في العقول كبير في الأفهام كبير شيطان سكن العقول سحر العقول 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 سكن الجلود سحر الجلود سكن الجلود سحر الجلود سكن الأيدي سحر الأيدي سكن الأيدي سحر الأيدي سكن الأنامل سحر الأنامل سكن الأنامل سحر الأنامل سكن الصدور سحر الصدور سكن الصدور سحر الصدور سحر الصدور سكن 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 الصدور تتألم وتجعل يديك على الأذنين لأن هنا مكمن العطب سكن الصدور سحر الصدور سكن الصدور سكن الصدور سحر الصدور سكن الصدور سحر الصدور سكن الصدور سكن الصدور سكن الصدور في صدرها سحر في صدرها سكن في صدرها سحر في صدرها أسكن أسكن الجال في الصدور جال سكن الصدور أسكن الصدور أسكن الصدور أسكن الجال في الصدور أسكن الجال في الصدور جال سكن الصدور جال سكن الصدور جال سكن الصدور جال سكن الصدور بسحر على الصدور بطلاسم على الصدور بقرآن على الصدور بكفر على الصدور جان سكن الصدور شيطان سكن 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 الصدور أسكنه في الصدور أسكنه في الصدور
أسكنه في الصدور، أسكنه في الصدور، أخفاه في الصدور، أمره في الصدور، أز في الصدور، حرك في الصدور، غير في الصدور، أقبل في الصدور، شوه الصدور، فتن الصدور، جاء في الصدور، جاء في الصدور، شيطان في الصدور، ساحب في الصدور، عاشق في الصدور، ظالم في الصدور، سكن الصدور، أسكنه الصدور، سكن الصدور، أسكنه الصدور، سكن الصدور، أسكنه الصدور، سكن الصدور، أسكنه الصدور، في الصدور، في الصدور سكن، في الصدور سكن، أسكنه الصدور، سكن الصدور، أسكنه الصدور، سكن الصدور، أسكنه الصدور، سكن الصدور، جاء في الصدور، أسكنه الصدور، ساحر كتبان الصدور، ساحر طلسمان الصدور، ساحر حرفان الصدور، ساحر قربان الصدور، ساحر حسب على الصدور، ساحر نفث على الصدور، جاء في الصدور، شيطان في 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 الصدور، سكن الصدور، اختفى في الصدور، سحر الصدور، مس الصدور، تلبس بالصدور، عشق الصدور، مفتون في الصدور، موارى في الصدور، اختفى في الصدور، شوه الصدور، شوه الصدور، شوه الصدور، أمرض الصدور، شوه الصدور، أمرض الصدور، سحر الصدور، سحر الصدور، سحر الصدور، سحر الصدور، شوه الصدور، شوهت الصدور، شوهت الصدور، أمرضت الصدور، شوهت الصدور، أمرضت الصدور، شوهت الصدور، أمرضت الصدور، غيرت الصدور، ضيقت الصدور، ضيقت الصدور، في الصدور، في الصدور، في الصدور، في الصدور، بالأعين في الصدور، بالأعين في الصدور، بالنظرات 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 في الصدور، بالحسد في الصدور، بالحسد في الصدور، بالحسد في الصدور، سكن الصدور، جاء في الصدور، جاء في الصدور، جاء في الصدور، سكن الصدور، أرى الصدور.
شفى الصدور فتن الصدور جان رغب في الصدور جان أقبل في الصدور جان رغب في الصدور جان أقبل في الصدور سكن الصدور سكن الصدور عاشق في الصدور ظالم في الصدور خادم في الصدور شيطان في الصدور ساحر في الصدور بالعقد في الصدور بالدماء في الصدور بالعقد في الصدور بالدماء في الصدور بالعقد في الصدور بالدماء في الصدور جان سكن الصدور جان توارى في الصدور سكنت الصدور سكنت الصدور آذيت الصدور أمرضت الصدور أحزنت الصدور جان كبير في الصدور جان كبير في الصدور شيطان كبير في الصدور عاشق كبير في الصدور في الصدور سكن في الصدور سكن في الصدور توارى وسكن في الصدور في الصدور بسحر على الصور 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 على صور المناسبات على صور المناسبات بسحر على الصور بسحر على الصور على الصور على الصدور في الصور على الصدور في الصور على الصدور في الصور على الجمال في الصور على الجمال في الصور على الجمال في الصور على الجمال في الصور سحر بالصور سحر بالصور سحر بالصور سحر بالصور سحر بالصور سكن بالصور سكن بالصور ظلم بالصور تقوى بالصور اختفى بالصور جان سحره بالصور شيطان سحره بالصور بالصدور والصور بالصور في الصدور بالصور جان سحره بالصور جان سحره بالصور في الصدور بالصور في الصدور على الصور في الصدور على الصور جان سكن الصدور بالأعين والنظر بالأعين والنظر سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بالصور سحروا بالصور سحر على الصور على جمال الصور على الجمال في الصور على المفاتيح في الصور على الصدر في الصور سحر باللباس والصور باللباس والصور
بالثياب والصور باللباس والصور باللباس والصور بالثياب والصور سحر بالصور 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 كتب على الصور كتب على الصور رسم على الصور حسب على الصور بالصور سود على الصور ورز على الصور ثقب في الصور عقد في الصور نجس في الصور بخر على الصور علق بالصور ربط بالصور ذبح على الصور دفن بالصور يبطل كل سحر في الصدور في الصدور في الصدور في الصدور في الصدور في الصدور جان في الصدور شيطان في الصدور عاشق 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 وعاشق عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان عاشق والهان مسك صدرها عاشق والهان ضيق صدرها عاشق والهان أثقل صدرها عاشق والهان أمرض صدرها عاشق والهان في الصدر عاشق والهان في الصدر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 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 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي وما تخفي الصدور الله أكبر من كل جان بسم الله إن الدين عند الله الإسلام 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 إن الدين عند